كيف دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد فلوج جديد احداث جديده في القناه. المهم اول حاجه جيت عاوتاني قدام المرايه الرينغ لايت هنا باش غادي نصوب اختي كمرتي غنصح اختي ندير ماكياج واخا ما فيهش شي ماكياج ماكياج عندي ماكياج هادي ديال ميكس بيبي ومازال ما شريتش دي ماكياج صراحه من نهار سال عليا وغادي نوجد معاكم وجهي غادي نقاد شحال من حاجه معنا قطيفه هنايا هضرك قطيفه واخا ما تبغيش سلام المهم غادي نقاد وجهنا عندنا واحد المناسبه ان شاء الله اللي هي الحفل اللي منظمه اوريفلام بمناسبه عيد المراه وغادي نحضروا ليه ان شاء الله وغنديكم معنا تشوفوا معنا النشاط والحيحه وكل شيء غنشارك معكم كل شيء اللي ديتاي ان شاء الله لايك دابا خليكم معايا غادي نوجد جاي غندير ان بيتي ماسك ان بيتي غوماج داكشي كله اللي غنديروا لهاد الكمره هادي غتشوفوا معايا خليكم معايا نبداو اول حاجه ندير ماكياج هنا باش نوجدوا نديروا ان بيتي غوماج وعاد نشوفوا لي ماسك اللي غنديروا خليكم معايا بسم الله نبداو كوم سا صايبه لطيفه بالاخر هنا راه مالي كوطون ديسك راه هو الميكس هذا المهم راه اللي درتها غدير سي بحالها غير هي خارج الكاميرا المهم نحاول ني تبغي يمشي مزيان زيدي عاوتاني واحده اخرى انت سرقت ليها صافي المهم هاكا نحاول ني تبغي يمشي نخلي العينين هما اخر حاجه حيت فيهم الماسكارا هما اللي غيطلبوا الوقت باش يتنيطويو يس بيبي صم مكياج اختي حنا اختي بالمكياج ولا بلا مكياج ما كنحمرش الوجه ما كنحمرش اختي الوجه زينين اختي بلا مكياج زين زينه والعقل نشري لك واش انت غزاله انت شي وحق لا بلا مكياج علاش شيطان دابا تيقول لك والله انت زوينه بلا مكياج بلا نفاق بلا مجامله بلا والو زين يا مكزين يحلي كلامك ويعلي مقامك عوينات كالحبيبه عوينات كالغزاله نشوفوا دابا الكوماج اللي غنستعملوا خليكم معنا المهم اول قماش غادي نستعملوه هذا عاد من بعد منو ديك الساعه لي ماسك نحيدو حدا لا بوموخت وديك الساعه نستعملو لي ماسك ديالنا ما درتش انا شي بندال شعري غنجمعو دابا باش نلقى راحتي هكا قطيفه تمام خلف الكاميرا خلف الكواليس غنحاول نقوم وجهي مزيان هاد القماج والله الا كيخرج العجب صراحه هادر واحد اخر ماشي اللي خديت لك بعدا كما ساهل اختي عندي منهم اقل شي 5 دي ماركه كل واحد و زعما مكونات زعما غادي القماش دابا غادي نغسل وجهي غنغسل بالجيل نيتوايون ما عرفتينا واحد الصراحه غنستعمل نقدر نستعمل هذا ديال بحال اللي عندي ديال فيتامين سي غير هذا فيه هادي البغوصه هادي وفي نفس الوقت هذا مبيض في 10 ثواني كيعطي واحد النسبه ديال البياض واخا انا ما عنديش مع هذه القضيه ديال البياض يلا لقيتو انا تنهضروا على نغسل كمارتي بهذا نشلل وجهي ونعاودو نتلاقاو ثاني حاجه غادي نستخدمها انا لهاد الشاكوكات جات بحال الغنين ديال دوك الكلاب الامريكانيين عرفتيهم اللي كيلعبو بهم المهم عندي هنايا هاد الطين الازرق اللي هي النيله وعندي هاد لوجيل هذا ديال الالوي فيرا ديال 92% عندي حتى ديال 99% ولكن غنستعمل غير هذا غنخلطهم بجوج بهم غنقدر ندير راس معلقه من هنايا وهنايا حتى هنا راس معلقه غنخلطهم بجوج بهم هذا القياس اللي غنستعملو انا وقطيفه بجوج المهم راسمي سلطيفه انا كنعيط لها قطيفه كضحك
غنستعملوه على وجهنا وغنخليه مده ديال 15 دقيقه حتى كيلبس هذاك الماسك وغنشوفوا ثاني شنو غنستعملوا من بعد. بقى المفاجاه خليكم معايا. المهم احبابي ها هو خلطت الماسك ديالي، راه درت واحد شويه اللي عيقتني انا وقطيفه كيف ما قلت لكم، غادي نحاول نابليكي على الوجه دابا. انا راه كنشوف المرايه لهاد الجهه وكان صايب كنابليكي على وجهي بحال هكا. واخا انا ما بغيتش الله بوجهي اكثر من القياس، حيت النهار اللي كنعتني بوجهي اكثر من القياس كيسبحوا لي فيه الحبوب. ما فهمتش علاش كيقول لك نهار حتى جيت كوجهي خبشوك ليا المشاج. اخيرا صافي سال الوقت، غادي نغسل دابا وجهي. بالنسبه ليا انا غادي نستعمل هذا الكوماج هذا ديال الود ديال الزعفران بلوتو، عندي ديال الود داكشي علاش مشيت خلطه. هذا الكوماج ديال الزعفران هذا ديال التعاونيه غادي نستعمله دابا على وجهي. وقطيفه غنستعمل ليها هذا البلاك ماسك هذا حيت عندها لي بوان نوار في وجهها وعندها دوك لي طاش، ونحطو نتلاقاو نغسل بعدا هذا الوجه هذا. واخيرا غسلنا داك الافاتار، هانتوما باقي عندي هنايا شنو اثار الجريمه. المهم غندير شويه من هذا الكوماج هذا بحال هكا غير شويه، هادو ديال التعاونيه حيت كيكونوا طبيعيين داكشي ناتشورال 100% بيو كيكونوا زوينين بزاف. نحاول نقوم غير شويه ما غاديش نورك حيت ديجا وجهي دايره ليا كوماج، ولكن لافي ديال هذا ما كاينش بحالو. انا كتعجبني الحاجه اللي هي بيو، راهي الفطاله جيبي فوطه اخرى من الدريسينغ. المهم بحال هكا غير هذا غير قماش خفيف ما غاديش نحك بزاف، باش موراه غندير واحد الماسك ديال الهيلورونيك اسيد وقطيفه غندير هذاك البلاك ماسك. سكولي غنستعملو اليوم لصقه في زغبتي تيسير فحالك صاحبتي. المهم هذا ديال الهيلورونيك اسيد هو اللي غنستعمل اليوم. ويو قطيفة كانت كتشوف الحماق ديالي في الفيديوهات، دابا شتيني مباشرة في الواقع حسن من الفيديو ياك. المهم نحاول ما كنتش انا الصراحة متفقة مع هاد لي ماسك لي واجدين، ولكن دي فوا ملي كتكون يا اختي زربانة كينفعوهم. بسم الله بوعو هو بوعو عاوتاني لطيفة بحال اللي ضحكتي عليا داك النهار. هاكو باش اختي نويب حتى هو ما نساوهش. يلا سرحي نزير الماسك لطيفة كنشوف فيك انا عقوبة، عطيك عقوبة بقيتي كتشوفي فيا انا مشيتي خلا اسقي حد يلا عادي نمشي. واش ندير وجهي كله ناشا زعما؟ الا بغيتي الا ما بغيتيش نجي نطلص اختي هكا ندير لك جليخه وحده. هكا يا احبابي غنبقى واحد 15 ديال الدقائق نخليكم نعاودو نتلاقاو من بعد 15 مينوت احبابي. واخيرا سالات 15 مينوت، دابا غادي نحيدو هاد الماسك هذا. واخيرا كندير لي انا كيعجبني ندير لي فحال هكا نخمجو وندير لي ديك ها محرت علاش ما فهمتش علاش. المهم تعجبني هاد القضيه هادي ندير له فحال هكا. دابا غادي نمشي نغسل وجهي، غنستعمل
هذاك لوجيل نيتوايون ماشي اللي استعملت قبيله، واحد اخر حتى هو ديال فيتامين سي، وغنستعمل ديك لا ماشين نمصي بها وجهي مزيان اللي دايره بحال فوريو، نمصي بها وجهي مزيان، ومن بعد غنستعمل واحد سيروم، ومن بعد غنستعمل واحد الكريم دو نوي. خليكم معنا. المهم انا جبت هذا ديال الكولاجين، غادي نحاول انني نابليكيه شويه وندير بيه ان بيتي ماساج لوجهي بحال هكا. في هذوك الحبيبات الزرقين زوينين بزاف الصراحه، كيخليو اختي التجاعيد يبان، واخا حنا مازال وصلناش للعمر ديال التجاعيد صراحه. غير هو الوقايه خير من العلاج. عطي فيك اختي حطي لي تما. غندير ان بيتي ماساج بهاد لا ماشين هادي. غندير هاد الكريم هذا ديال الكولاجين، توا هذا بقى فيه شويه، باقي عندي واحد جديد الصراحه مازال ما حليتوش. غادي نحاول ندير هاد الكريم هادي، نرطب بها هادي كريم ايدغاطونت ديال الكولاجين صراحه زوينه، من احسن الكريم دونوي اللي جربت. حتى هي غندير بها قماش بالماشين، يلا سير جيبي القماش ديال الزعفران وديال الودعره. وما روكسي ما عرفت من البحث. المهم بحال هكا نتوما كتبان لكم لابو نقيه. روكسي شي واحد دايز السنقل وحط عليها. روكسي لا راه هي لتحت. بحال هكا باش غنعس ونبدا مرتاحه. دابا غادي نستعمل حاجه وحده بالنسبه ل لي سيغ. المهم نستعمل هذا بالنسبة للسيغ، غنستعمل هذا. أنا راه إلا لاحظتو كلشي عندي فيتامين سي، حيت الفيتامين سي هو اللي مهم بالنسبة للبشرة، هما الفيتامينات كاملين مهمين، ولكن أنا هذا عندي كيجي معايا أي حاجة فيها الفيتامين سي كتجي معايا. هذا غنديرو تحت من لي سيغ. يلا سير جيب القماش، راه هما دوك لي حطيتي قبيله، واحد ديال الزعفران واحد ديال الودعه، لي فوق منهم جيل نيتوايون. صافي نستعمل هذا ديال السغن باش نمشي نيشا نرتاح. اي صراحه باقا نضرب التدويشه الصباح ان شاء الله. ديريهم بجوج، ديري هذا هو الاول اتبيض واحد في واحد، لا ديري واحد وقت لا ديري الاخر تبدا تاع الزعفران هو الاول. المهم بحال هكا رطبت لي ساغ، واخا ما عنديش الصراحه لي ساغ، مي كتعجبني الوقايه. غندير واحد البوما ليفغ لفمي باش نرطب الدرقوم اختي باش ملي نبغي اليوم والله انتم معنا غدا المشاهدين. وي النشاط اختي، باش ملي نبغي غدا ندير عكار ولا كلاص ولا شي حاجه فمي يكون ديجا مقشر ومرطب. نتلاقاو الصباح نقولوا 1 2 3 بام.
سنة وحنا كنحضروا دابا راه شي سنين هادي دابا اخيرا تلاقيت انا وسناء. المهم القناه ديال سناء غنخليها لكم في لاباغ دانفو، غنخليها لكم مكتوبه هنايا، و حتى التيك توك ديالها غنخليه لكم مكتوب هنايا ياك ان شاء الله. سناء معتمد على فضل سناء. بعدا نسلم على المتتبعات ديال راشا، تهلاو في راشا وديروا لها لايك. راه راشا راه عتي راه كتبان كتحمق ما شاء الله، بعيد على الكاميرا، الكاميرا ما عطياش حقها، كنتمناو تشجعوها والله الا ربي يخليك حبيبتي. انت سناء دخلوا عندك كاملين كاملين بكم، وديروا لها ابوني وتابعوها، راه كتحط شي حاجه زوينه. خليكم معايا نشوفوا الفيديو ديال اليوم، يلا بقاو معانا.